للاحتفال ببدء العام الدراسي الجديد، نظمت وزارة التربية والتعليم احتفالية بحضور وزير التربية والتعليم ومسؤولي شركة ديسكفري العالمية وعدد من الطلاب والمعلمين من مختلف المحافظات. الوزير خلال كلمته قال إن بنك المعرفة خطوة على طريق تطوير العملية التعليمية في مصر، موضحا أن 33 دار نشر دولية تصب في بنك المعرفة إلى جانب عشرات الآلاف من المراجع والدوريات العلمية. احنا بنبني الأرضية من حيث المحتوى، من حيث مهارات المعلمين، بنتفق مع بعض احنا رايحين فين. فالهدف ان نوصل لجيل فعلا زي ما بنقول بيتعلم طول الوقت وبيفكر وبيبدع وبينطلق لأهداف عظيمة جدا، بس عشان نوصل للهدف ده لازم نغير شوية حاجات مهمة، من ضمنها بيتعلموا ايه وبيتعلموا ازاي بيقروا ايه. بنك المعرفة والاستراتيجيات التعليمية الجديدة الذي احتل الجانب الأكبر من النقاش خلال المؤتمر لاقى استحسان المعلمين والطلاب لما يحويه من وسائل تعليمية تدفع الملل عن الطلاب. اتدربنا ازاي نستخدم الفيديوهات التعليميه اللي موجوده في موقع ديسكفري، استخدمنا تولز ادوات حديثه زي الكاهوت زي كيو ار كود، استخدمنا نيو استراتيجيز زي الاكس او زي زد شارت. احنا لمده سنه دربنا على استراتيجيات جديده جدا بتسهل عمل المدرس داخل الفصل وبتساعده في توصيل المعلومة وبتحبب الطالب في الحصة. بنك المعرفة ده طفرة في التعليم. احنا في البداية ما كناش مقتنعين بالفكرة، لكن مع اول تدريباتنا ابتدت تتبرور الافكار وابتدينا نستخدم الموارد بتاعت بنك المعرفة من فيديوهات موجودة ما كناش نقدر نحصل عليها. فالفيديوهات دي بتساعد في كم موارد من الموارد اللي بتساعد التلميذ وبتساعد المدرس في المادة العلمية وفي الموضوعات كلها يعني بصفة عامة. النظام في الاول كان عبارة عن الطالب بيفضل قاعد في الفصل مجرد متلقي، بيسمع بس من المدرس، المدرس يقول اللي عنده وخلاص يطلع، الطالب ما بيشاركش في اي جزء من العمليه التعليميه. الفرق بقى بعد كده لما ديسكفري اشتركت في المدارس وعملت نظام بتاعها ان هو الطالب بقى هو الركن الاساسي في العمليه التعليميه، هو اللي بيدير الموضوع تقريبا، يعني المدرس بس مجرد اشراف او توجيه للموضوع، الطالب هو اللي بيجيب المعلومه، هو اللي بيوصلها وبيجيب الماده اللي بيشتغلوا عليها في الفصل كمان. طريقه التعليم بقوا يخلوه شويه فيها مرح، فيها لعب، يعني ان هو مش مجرد منهج وحفظه بس، لا ده منهج فهم زائد مرح ولعب ومتعة. إلى جانب بنك المعرفة تعتزم وزارة التربية والتعليم إطلاق منصة امتحانات ويتم استخدامها في التظلم البديل للثانوية العامة والمنظومة الجديدة للتعليم.